اليوم سنقوم بشرح أداة يوفرها موقع سكام سنيفر، وهذه الأداة تقوم بحمايتك من التواقيع الاحتيالية أو الصفحات المزورة. مثلا إذا أردت الدخول إلى موقع باينانس أو تريد تحميل تراست وولت وبحثت في الجوجل وكان هنالك موقع مزور شبيه بموقع باينانس أو بموقع تراست وولت أو أي محفظة أخرى أو أي منصة، ستنبثق هذه الأداة وتقوم بتنبيهك بأن هذا الموقع هو موقع احتيالي، وهذه أداة مهمة جدا وأنصح الجميع باستخدامها. لقد تم استخدام هذه الأداة من خلال باينانس وأوبن سي ومحفظة فانتوم، وغالبا في المستقبل ستتوسع شراكات هذه الأداة مع جميع المحافظ والمنصات. نحن نعلم بأن أغلب المحافظ اللامركزية تحتوي في داخلها على براوزر، ففي بعض الأحيان يقوم اللصوص بتحويل المستخدم إلى عنوان مزور لكي يقوم باختراقه، فبالتالي يجب على جميع المحافظ في المستقبل أن تقوم باستخدام هذه الأداة. نحب أن نذكر بأنه في العام الماضي تم سرقة 300 مليون دولار من خلال فيشينج سكام، ودائما نكرر بأن الفيشينج سكام الحل الوحيد للتخلص منه هو زيادة وعي المستثمرين ولا شيء آخر، حيث قامت هذه الأداة بجمع 100,000 موقع احتيالي وقامت بحقنها في هذه الأداة، وهي في تحديث مستمر لأي موقع احتيالي جديد. الموقع يحتوي على نسختين من الأداة، سنقوم بشرح النسخة المجانية. أولا عندما ندخل إلى الموقع نقوم بالنقر على برودكت ومن ثم نختار كروم اكستنشن، وبعد ذلك ننقر على اد تو كروم ومرة أخرى اد تو كروم ومن ثم اد اكستنشن، وهكذا نكون قد انتهينا من تثبيت هذه الأداة. وهذه صورة توضيحية، فمثلا إذا كنت تريد التفاعل مع أي عقد وهمي ستخرج لك هذه الأداة وتقول لك بأن هذا العقد هو مزور، وكذلك عند دخولك إلى مواقع مزورة ستخرج لك أيضا وتقول لك بأن هذا الموقع هو احتيالي. وهذا هو المقطع 19 من سلسلة هاك 3D التي سنقوم من خلالها بشرح جميع أنواع عمليات الاحتيال التي تحدث في الويب 3، فأنصح الجميع بمتابعة السلسلة بالكامل. وإلى اللقاء.